وصلنا على اول محل، بس طبعا عمار عذبنا، هو عم يخربط بالطريق. هي بس لك هاي اشياء للبلكون تمام، بس انا هلا البلكون راح خليها اخر شيء اخر شيء. اول شيء راحت على اللوحات. ماما حبيبتي تعي معي لك هيك، تعي نحن هلا في قصص اساسيه بنجيبها بعدين نيجي على اللوحات. لسه كثير بفكر على اللوحات. يلا خلونا نروح على قسم الغرف لو سمحتوا. والله بدي اروح اول شيء على قسم الغرف، لانه ديكو هذا المحل فيه كثير اشواق فيه كثير اشياء حلوه مبدئيا. اما بالنسبه لي بس انه اليوم راح اغمض راح اغمض اليوم، بدنا بس غرف غرف، ما تشوفوا شيء ما تشوفوا شيء. لا هلا خلينا نشوف شيء الاساسي، الاساسي اللي هو تخذ 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 يمكن فوق هون المفر. لا هلا خلينا نشوف شيء الاساسي، الاساسي اللي هو تخذ 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 يمكن فوق هون المفرش. ايه بس لازم تكون لها مثل ما احنا هذا الحال. تعالي 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 لك. وهذا الطقم اجت عيني عليه على فكره، كثير حبيته، بس هلا شوي يعني راح نروح بعيد عن المطبخ. هلا هالاشياء ما وقتها. اوكي بس كثير حبيت لونه، حبيت يعني كثير مناسب مع المطبخ عندي. المهم عمار المهم المهم بدنا نطلع هلا لفوق لانه غرف النوم فوق، ما علينا شغل هلا بالقسم. تعال تعال تعال, تعال. المرايا ما استفاد منها اصلا، هذول حمام اصلا بعرف، بس يعني انه انا بحب هاي الاشياء. طلع لفوق فتح هيك عمل لي، قال لي ما في مي منزوعه، خلص ما حلوه، ما بدنا ما بدنا ما فيها مي. لو حاطين لي مي كان اخذتها. كان انت المغسله عندي وركبتها. فتح هيك عمل لي، قال لي ما في مي منزوعه، خلص ما حلوه، ما بدنا ما بدنا ما فيها مي. لو حاطين لي مي كان اخذتها. كان انت المغسله عندي وركبتها. اجواء برا كثير حلوه. في محل ثاني كمان يعني فيه كل شيء بخص العفش، فما احتجنا انه نطلع بالسياره لانه هو بيجي بالطرف الثاني. فحنفوت نشوف هلا ان شاء الله هيك يعني شيء هيك تحت ارتاح له ويرتاح لي مثلا ان شاء الله. شو هذا؟ بس باللون الرمادي، ونحن اتفقنا حنبعد عن الرمادي ابدا ابدا ابدا. شايفي؟ اه حبيت كيوت، حتى اللوحة يعني هن حاطينها انه مشان يشوفوا كيف مناسب اللوحة مع التخت، حتى المفرش حلو بس ما راح اخذه يعني. ماما بتعشق هاي الاشياء يعني روح قلبها بتقلي اسراء شوفي شوفي شو حاملينه حلو. لا ماما انا ما راح احط هاي القصص عندي على البرندا، ما بعرف كيف بدي ظبطها بصراحة، بس هاي خليها اخر الشيء، مالي مستعجلة عليها. هلا اهم الشيء شوفوا نشوف التخت يلي عجبها لماما، بس بتصدقوا انا لهلا ما شفت الشيء اللي هيك يعني اللي مخطط عليه، يعني التخت يعني مخطط له. شوفوا هذا عجب ماما، بس هذا لا على الارض ماما، مو صندوق ما في صندوق كبير يعني كوين، لا مو كوين هذا كينج كينج ايه مرتفع ماما، بس هذا ما له صندوق مثل ما انت عم تحكي، لانه ماما حابه يكون يعني في له صندوق، بس هذا بلا صندوق. بس على فكره جدا عاديه يعني، المحل اللي كنا فيه لسه كان فيه احلى يعني. شوفوا هدلاكه، شوفوا مثلا انه ابدا انه مستحيل انه يعني بس يبان. ف هدول الفرشات انا حسيت هاي هنا حاطين ثلاثه، شايفين حسيت هي مريحه اكثر الشيء. اوف بدي اجيب فرشه لما بنام مغطس فيها. ثاني محل ما عجبني شيء لسه على المحل الاول يعني، يا محلاه اشوى هذا ابدا ما فيه يعني ابدا
حتى لما فت عليك تعبت ما بعرف حسيت من ظل هذا المحل. لا 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 بدي محل شرح شرح بدي محل شرح ويكون فيه طقوطة شرحين. بس والله أنا وعمار ليك وعم نفكر عم نفكر ننزل على الشارقة لأن حرفيا بالشارقة في محلات يعني أكثر. في هون في كمان بس مرة فوتني على محل بالشارقة كتير حلو كتير كتير حلو. رغم هيك ما طولنا فيه يعني. ايه بس يوميته لأنه لسه ها ما كنا متفضيين للعفش مشان هيك ما طولنا. بس حرفيا في محلات بتجنن بتجنن. اهمالك ليا شكرا اوا قلبي المكسور. يلا عمار طب تعالوا على الهوم بوكس. هوم بوكس لا او الهوم سنتر سنتر هوم سنتر روح الهوم سنتر فيه اشياء حلوه. هلا يلا ليكو نحن لساعتنا اولا وين بنوصل وين بنعتمد اخر شيء ما بعرف. بس هلا هدول اول محلين اكس مشان ما بقى ارجع لهم بالنسبه لغرف اليوم. تمام يعني حتى ما عجبني واحد اني خليني اقول يلا اذا ما عجبني برجع باخذه. لا 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 ابدا هدول كثير اكس يعني. هنا على الهوم سنتر احلى شيء. انا عم رتب عفش لبيتي والعالم عم تحضر للكريسماس. شوفوا شوفوا اه عن جد اجواء حبيت. عمار نحن حزرشو كمان لازم نحضر نحضر للكريسماس. هلا اول شيء خلوني بس احضر لبيتي يمكن يجي الكريسماس ويخلص انا مو مخلصه بيتي ما بعرف. حبيت والله حبيت. شوفوا شوفوا واو واو حلو هذا. انا ما عم بحكي على الطعم انا عم بحكي على اجواء الكريسماس بس. شو ماما قولي لي ماما شافتها والله حلو نعوم والله. بس انا بالنسبه لي ما بدي بني بني ما بدي. بس والله لك اللوحه بتجنن كثير حلوه كثير حلوه. اه حبيت الفكره انه في دروج. ايه نفس التخت اللي عندي بالبيت بس انا يوميتها اخترت الرمادي. اما في منه ثلاث الالوان الكحلي والرمادي والبيج وكان البيرو هذا هو اللي بيجي معه. بس انا يوميتها ما اخترت هذا البيرو. هلا اوف وايت اوكي بس هذا ماما لا هذا حبيبتي ابيض مو اوف وايت يعني هيك بحس الاقل. لا الفرشه حلوه على فكره هذا التخت اللي عجبه لماما كثير عالي. هذا الواحد ما بيطلع له هذا لحاله لحاله وبدون هاي بدون هذول يعني. درج تحت وممكن واحد يحط اشياء فوق صح كتير. في درج تحت ولا اثنين درج واحد اثنين اثنين درج واحد اوكي هذا بيطلع. بس لو لونه غير هلا ليك اللون حسيته خشبي. اللون حسيته جاي على الرمادي اكثر من البيج ولا انا برايي ممكن في خيارات افضل. انا هيك برايي. تعالي لك شوف هون دقيقه تعالوا نشوف هون تخت دقيقه خليني اشوف هون. انا بدي هيك شيء تمام بس باللون البيج يعني خلينا نقول بدي هيك موديل بس فيكم تقولوا بهذا اللون تمام اللون البيجي. قوم 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 بس ليكو ما بدي هذا اللون البيجي اللي بتحسوه جاي على صفار مثلا. بدي خلينا نقول هذا هذا هذاك اللون البيجي. شو رايكم؟ بس بدي اشوف اذا في منه اللون اللي بدي اياه. ايوه هذا 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 اللون البيجي اللي بدي اياه. ليكو ها هو لا عمار هذا غامق شايفين هنيك اللي على اللوحه. تعال نسال عمار اذا في منه. تعال هو لا عمار هذا غامق شايفين هنيك اللي على اللوحة. تعال نسأل عمار إذا في منه. تعالوا خلوني اسأل إذا في منه اللون اللي بدي اياه لأنه هن حاطين ألوان معينة فوق.
حتى ماما تعرفها. بالنسبة لي يا جماعة كثير حبيت التخت، بس هلا بدي اجيب حدا يساعدني مشان نشوف اذا بنلاقي نفس اللون اللي انا بدي اياه. اما بالنسبة للموديل حرفيا انا بدي هذا لانه كيوت وله حركة، بس اللون ان شاء الله الاقي. شوفوا شوفوا هي مثل تبعي اللي بالبيت. اي والله نفسها. ما انا جايبتها من هون. خلص راح اسال هدلاكي اذا بس حرفيا انا بدي هذا لانه كيوت وله حركه، بس اللون ان شاء الله الاقي. شوفوا شوفوا هي مثل تبعي اللي بالبيت. اي والله نفسها. ما انا جايبتها من هون. خلص راح اسال هدلاكي اذا بيساعدني. اكسكيوز مي بليز كان يهلب. شو اللي صار يا جماعه؟ اللي صار انه بما انه انا كان بدي لون البيج وعلى الطلب، تخيلوا انه هاي بتيجي قطعه لحال وتحت تيجي قطعه لحال.